يا الله، السلام عليكم شباب. شباب اللي موصيني على بلابل مخاليف ملح مع التخريج، عندي وجبة كلش حلوة شباب، كلش حلوة. قاع مو مندلي شباب، خانقين قاع. وهاي الطيور هاي صار لها اسبوعين تسمع هذا الطير مالت الطور. اغلبية المشتركين وياي سامعين وناشر له فيديوهات، واكو ناس الله شاهد تجي تصوره وتنشره تبيع بيها طيور، تبيع بيها طيورها. يعني طور لسانه صحيح ما بي اي خطأ، وذني ملح مال دياله وقاحن طيبة وسامعات له صار لهن اسبوعين. يعني تاخذ طير جاهز ما ناقص اي شيء، الطيور استوها بدأت تصبغ، جاهز ما ناقص اي شيء، والطيور راكدة يعني ما تاخذ طير وحشي. فلي حبي يشتري من عندهن، والله شاهد جوا هذا الطير خالهن. هذا الطير مالتي تغريدة فتشي طير، ومو أليف شباب، طور طور راكد، بس هو صار له هواي بالقفص عندي مخرجات علي ذني. شوفوا شباب، شوفوا هذا املح وراكد وجاهز وسامع تاخذ طير جاهز. اللي يحب يشتريه يتواصل وياي، وان شاء الله ما قصروا وياه.